يتشكل برزخ رائع جدا، بحر عذب وبحر مالح، وكلاهما بحرين. هنا لا يوجد أنهار على فكرة، يعني هذا البحر عذب على باللون الفاتح، والبحر الآخر باللون الداكن هو بحر مالح، وبينهما برزخ. سبحان الله. الله تعالى ماذا قال؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. سبحان الله. يعني أن لبشر أن يصف مثل هذه الظواهر في ذلك الزمن إلا أن يكون رسولا من عند الله صلى الله عليه وسلم.